السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أيامكم بكل خير. طريقة زراعة الفسائل النسيجية: أولا تجهز الحفرة وترفع طبقة الكتش التربة الطينية الصلبة، تحفر 60 سنتي في 60 سنتي تقريبا، وتجيب لك تربة زراعية 3 عربانات وعربانة سماد حويل متحلل. وطريقة زراعتها نفس هذه الطريقة. بسم الله على بركة الله. حطيت التربة في الحفرة تربة زراعية نصها والنص الآخر فوق الفسيلة الآخرة. جيت الأرض جيد، واليوم فيها ماي، وثاني يوم بعد الري هم بعد جيت التربة جيد. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.